يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صرف التوكل لغير الله فيما يقدر عليه العباد؟ لا، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا، هذا حصر، أي لا تتوكلوا على غيره. أما التوكيل وهو التفويض هذا شيء آخر. نعم، يقول فضيلة الشيخ فرق بين التوكل والتوكيل. نعم.